السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 1، هناخد مع بعض في الترم الثاني قصة الأذان. تعالوا مع بعض نعرف ايه هي قصة الأذان وازاي الناس عرفوا الأذان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بنى مسجد، وقعد المسلمون يتكلموا ازاي هنجمع الناس للصلاة، فكل واحد قعد يقول فكرة، منهم اللي قال نستخدم جرسا، ومنهم اللي قال نستخدم بوق، وبعدين اختلفوا على أداة تجمع الناس وما وصلوش لحل مناسب. وفي يوم من الأيام نام عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه يفكر في الموضوع اللي هو ازاي هنجمع الناس للصلاة، فشاف في منامه رجلا معه ناقوس اللي هو الجرد، فقال له اتباع لي الناقوس ده. رد عليه الرجل وقال له هتعمل بيه ايه؟ قال له عبد الله بن زيد الأنصاري هاخده علشان اجمع الناس بيه للصلاة. فقال الراجل انا ممكن اعلمك حاجة احسن من كده، وعلمه الأذان. لما صحي سيدنا عبد الله رضي الله عنه راح بسرعة يحكي اللي شافه في نومه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق. وبعد كده أمره أنه يروح لسيدنا بلال ابن رباحة رضي الله عنه علشان يعلموا الأذان. تعالوا مع بعض نعرف إيه هي صيغة الأذان اللي علمها عبد الله بن زيد الأنصاري لبلال بن رباح رضي الله عنه، وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وتعالوا مع بعض ناخد معلومة إسلامية. مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بلال ابن رباح، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أحسن الأصوات اللي كانت موجودة في عهده. نقولها كمان مرة، يبقى أول مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم هو بلال ابن رباح،